كل واحد من الناس جوا حكايته وحياته وظروفه الخاصة اللي محدش يعرفها. كل واحد من الناس جوا همه ومشاكله وعجزه وحيرته وألمه وأمله. المهم إزاي كل واحد يقدر يصنع من قصة حياته نور لمستقبله وأمل لأحلامه وهدف لأيامه. إزاي يحول دموعه لابتسامة وألمه لقوة وصبره لتحدي ومواجهة للظروف الصعبة. بطلة حكايتنا النهاردة قدرت من قلب المعاناة تصنع طريق خاص بيها جدا، نورته هي بالأمل والإيمان، وحذفت من قاموس حياتها كلمة يأس أو مستحيل. بتعاني من أعراض مرض قاسي جدا وصعب، وهو الجسم أو العظم الزجاجي، وبسبب تقوس دراعها كانت بتذاكر وهي نايمة علشان تعرف تكتب، وقدرت تحقق طموحها وتوصل لهدفها ودفرت كلية الإعلام. الطالبة شروق جماعة سلامة، الطالبة من كلية الإعلام جامعة السويس. معايا شروق ووالدها الأستاذ جمال والدتها السيدة مجدة. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. حضرتكم منين؟ السويس. السويس. تشتغلي حضرتك؟ أنا فني خراطة بشركة بتروجيت. وحضرتك؟ مدرسة. مدرسة؟ مدرسة إيه؟ مواد فنية في مدرسة صناعة بنات. شروق اتولدت طبيعية ولا كان في حاجة بتشير لأنها بتعاني من أعراض معينة؟ لا، هي أول ما اتولدت كانت مولودة كده مش طبيعية، بس طبعا احنا ما لاحظناش لأن أنا ما كنتش أعرف. هي جدتها اللي لاحظت إن في تقوس في رجليها وإيديها، فأول ما اتولدت قالت لي البنت دي عايزين نعرضها للدكتور وكده. وأول ما وديناها لدكتور الأطفال قال لي إن هو ده الطفل الزجاجي ودوت بتبقى حالة نادرة وعامل وراثي والموضوع كده. حضرتك اتعاملت ازاي مع موضوع العظم الزجاجي؟ حضرتك في البداية وعرفته ازاي؟ كم سنة كم سنة؟ من بداية الولادة. من بداية الولادة. عملت ايه؟ جرينا بيها بقى على مستشفى بريش والدمرداش وبعض الدكاترة اللي هم العيادات الخاصة لحد ما وصلنا لدكتور اسمه جمال حسني. قال لي عملية النمو ملهاش علاج، احنا كل اللي هنقدر نعمله هندي بس حقن كالسيوم عشان تقوي العظم، وبعد فترة نبدأ نعمل عمليات. فأول عملية عملتها لها في رجليها الاثنين دول، عدلناهم بس مش أكتر من كده. وقال لما تكبر يعني مش هيبقى فيه تكسير زي الأول وبتاع. حاليا هي ما بتاخدش علاج برضه، بس عملية النمو دي حاجة طبيعية ملهاش علاج خالص. هل في حد في العيلة عنده نفس المرض؟ لا، هم قالوا ان عامل وراثي، بس طبعا احنا اصلا قرابة برضو مش من الدرجة الاولى، هو قرابة من بعيد، مامته قريبة بابايا، بس ما فيش اي حد. اول حالة عندنا في العيلة تعتبر. عندها اخوات؟ اه. طبيعيين ولا في معنى؟ اه طبيعيين. ثلاث بنات ولد الحمد لله. مفيش. نورتينا يا شروق، انا سعيد جدا بوجودك. دكتور حضرتك ده 20 سنة. كنت حاسة انك انت مختلفة عن بقية الاطفال وانت صغيرة؟ كنت حاسة انك عشت طفولتك بشكل طبيعي؟ لا، انا خدت الاعاقة بتاعتي دي التحدي وان انا اوصل لهدفي زي اي انسان طبيعي. انا لسه بحكي بقول عنك انك انت نموذج رائع للتحدي والقوة والايمان يعني. ربنا يخليك. بس لازم نخلي الناس تسمع ازاي انت رغم المعاناة دي وصلتي للجامعة ودخلتي كلية الإعلام. إيه نوع المعاناة اللي بتعانيها من هذا المرض، مرض العظم الزجاجي؟ هو أنا وصغيرة كنت على طول جسمي بيتكسر عظمي، وكنت كان بيقعد فترة على ما يلتئم كده، فاللي هو كنت تعبانة وعظمي كان بيوجعني لحد ما يلم. بس أنا وصغيرة لما كبرت شوية وكده أختي علمتني إزاي أكتب، كنت أنا ونايمة بس بكتب أنا ونايمة، وكنت عايزة أن أنا أتعلم وأبقى حاجة زي أختي وأذاكر وكده. فبدأت بقى المذاكرة وأنا نايمة برضو على طول، وكنت باخد دروس خصوصية في البيت،
وبعمل لجنة خاصة في المدرسة، وأجازة مرضي كل 3 شهور وبس. وأخدت بقى طول فترة الدراسة دي كلها كنت بذاكر وأنا نايمة.